السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، تحياتي لكم جميعا. كنحييكم كل واحد باسمه في اي مكان كنتو. ازول في اللون كاين واحد الدوله جارتنا، جارت المغرب، صنع علينا واحد المشكل كبير، اولا واحد النظام ديال واحد الدوله باش نكون اكثر انصافا. واحد النظام ديال واحد الدوله جارتنا صار عندنا واحد المشكل كبير. هذا المشكل هذا هو بوليزاريو. بوليزاريو واحد الحركه كرتونيه اللي كطالب بالانفصال ديال المغرب وكطالب بقيام واحد الدوله العربيه الصحراويه لاخر بهذا الكلام. بغاو يقيموها في جنوب المغرب، يعني في الصحراء المغربيه. مؤخرا في عز هذه الازمه اللي شاهدها العالم وفي عز هذه المشاكل الكبيره اللي كاينه الان في العالم، ناض الرئيس ديال هذه الدوله الجاره وكيهاجم وحده ترابيه المغرب وقال لهم حنا راه يعني غادي نضحيو باش ما كان على ود هذا البوليزاريو باش يحققوا الحلم المستحيل ديالهم في تقسيم المغرب وقيام الجمهوريه العربيه الصحراويه الاشتراكيه الديمقراطيه الزفتيه الى اخره من هذه الكلمات. انا رديت على هذا الرئيس ديال هذه الدوله الجاره، يعني انا رديت على خونا لان الامر كيهم بلادي، ماشي رديت عليه لان قيمته كبيره ولا لانني كما قلت انا مفقوص من الانجازات العلميه والتكنولوجيه والاقتصاديه والفلاحيه والزراعيه اللي كيقوم بها. فتعرضت لواحد الهجوم كبير، الهجوم طبعا الحال كيكون سب وقذف وشتم. فاتحدوا على واحد المساله، يعني غالبيه هاد الناس هادو اللي هاجمونا على ذاك الفيديو اللي كنت درت ردا على الرئيس ديال الدوله الجاره، كلهم اتفقوا على واحد الحاجه وحده، حاجه وحده كيقول لك انتوا رجال سيروا حروا سبتو مليليا، يعني قبل ما تهضروا حروا سبتو مليليا عاد تجيو تكلموا على الصحراء المغربيه ولا اخر هذا الكلام. انا بغيت نرد على هذه المساله، هذه القضيه ديال سيروا حروا سبتو مليليا الى كنتوا رجال. اولا اسمحوا لي الاخوان في هذا الفيديو هذا غادي نتكلم شويه بالمنطق ديالهم، يعني نتكلم ديك اللغه اللي كيفهموهم. يعني نتوما اللي كتعتبرونا حنا المغاربه ماشي رجال، علاش ماشي رجال؟ لان اسبانيا مستعمره لينا جوج المدن اللي هما سبته ومليليا وسط المغرب. اوكي واخا مزيان، يعني الا مشينا بهذا المنطق ديالكم راه فلسطينيين ماشي رجال، فلسطينيين ماشي رجال. إلا مشينا بهذا المنطق ديالكم نتوما، إلى أي بلاد استعمرات لواحد البلاد أخرى جزء من الأرض، وهذا كتعتبروه أن ذوك البلاد المستعمرة راه سكانها ماشي رجال، إذن فلسطينيين ماشي رجال. إلا مشينا بهذا المنطق ديالكم، فلسطين راه ماشي جوج مدن، فلسطين راه بلاد كاملة مشات. يعني الا مشينا حنا بالمنطق ديالكم راه فلسطين ماشي رجال، لان حنا سبته ومنيليا واخده عنا اسبانيا، اليهود واخدين بلاد على قدها، فلهذا خصكم تقولوا فلسطينيين انتم ماشي رجال. لان انتم كما كتقولوا حنا المغاربه حنا ماشي رجال حيت خلينا اسبانيا استعمرت لنا جوج المدن، كذلك خصكم تقولوا فلسطين انتم ماشي رجال حيت خليتوا اليهود دخلوا استعمروا لكم ارضكم وداوها كامله. هذه وحده. ثاني حاجة ثم اللي بقى فيكم الحال، لأن اسبانيا مستعمرة المغرب جوج المدن ويعني ومقهورين في هذه القضية، قراكم هذه القضية أن اسبانيا مستعمرة المغرب جوج المدن. علاش ما دعيتوا اسبانيا في الأمم المتحدة؟ علاش ما مشيتوش لمجلس الأمن ورفعتوا دعوة ضد اسبانيا لانها استعمرت لواحد الدوله جوج المدن، كما كترفعوا دعاوى قضائيه ضد المغرب في الامم المتحده وفي المجلس الامن لانه بين قوسين كما كتقولوا راه استعمر الصحراء الغربيه، بين قوسين هذا على حسب كلامكم انتم. فاذا كان انتم عندكم مشكله في المبدا وانكم كتدافعوا على الشعوب المظلومه والاخره، راه المغرب الشعب مظلوم. وداك الخطاب ديالكم ديال تصفية الاستعمار كذلك سبتو مليليا خاصها تكون موضوع ديال تصفية الاستعمار. إذا خصكم تهزوا واحد الملف وتحطوه إلى جانب داك الملف
اللي كتصيفط اللي كتعطيو البوليزاريو باش يبكي في الامم المتحده وفي مجلس الامن يقول لهم راه المغرب راه مستعمرنا، كذلك خصكم تقولوا راه اسبانيا مستعمره جوج المدن في المغرب، وتدافعوا بنفس الحده وبنفس الشراسه اللي كتدافعوا بين قوسين على القضيه الصحراويه كذلك تدافعوا على القضيه المغربيه، لان نفس المبدا نفس المبدا عندكم نتوما، يعني كما كتقولوا المغرب مستعمر الصحراء الغربيه كذلك اسبانيا مستعمره جوج المدن في المغرب، فالاستعمار الاستعمار خصكم تدافعوا على القضيه المغربيه وتمشيوا عند الامم المتحده وتدعيوا اسبانيا وتهاجموا اسبانيا وتقولوا اسبانيا انت بلاد خايبه انت ما مزياناش انت انت مستعمره بلاد جاره، هذا باش تكون عندكم واحد المصداقيه يعني تيقوا بكلامكم تيقوا بكلامكم باش حتى على الصوره ديالكم قدام راسكم وقدامنا حنا. حاجه اخرى حنا نتخيلوا سيدي جدلا حنايا اهدانا الله ومشينا هجمنا على اسبانيا، مشينا دخلنا الحرب ضد اسبانيا باش نردوا سبتو بليليا، واسبانيا راه ماشي اسبانيا، اسبانيا راه موراها الناتو وموراها الاتحاد الاوروبي وموراها بزاف د الحوايج، واش غتوقفوا مع المغرب ولا توقفوا مع اسبانيا؟ سؤال عسكريا واش غتوقفوا مع المغرب ولا مع اسبانيا؟ هذا نخليكم الجواب. حاجه اخرى باش تعرفوا قيمه المغرب وتعرفوا المغرب شنو كيسوى خصكم تعرفوا على اسبانيا مستعمره سبتو مليليا، على يعني علاش مستعمره يعني منطقيا دابا واش الصبري والحماق غيستعمروا جوج المدن في قاره اخرى، هذوك المدن شنو فيها يعني سبتو مليليا شنو فيها؟ فيها الغاز فيها البترول فيها الذهب فيها النحاس فيها الحديد فيها الماس شنو فيها؟ شنو فيها هاد سبتو مليليا؟ علاش يعني اسبانيا كتخسر الفلوس عليها؟ اسبانيا كتخسر زبابة الفلوس باش تبقى سبتو مليليا اسبانيا وتحت الاستعمار الاسباني، علاش؟ لان اسبانيا كترعد من المغرب هاكا كيديروا منا عارفين المغرب شنو كيسوى. فطبعا لما حصل ملف الصحراء الغربيه بدا الشعب الاسباني يفيق ان ممكن تضيع اسبانيا تضيع سبتة ومليلة وبالتالي تضيع السيطرة على مضيق جبل طارق، وقد تكون النقطة التي بعد ذلك تكرار التجارب القديمة وعودة الاندلس من جديد والرعب اللي موجود عند الشعب الاسباني. الشعب الاسباني عملوا فيه استطلاع كان الاستطلاع ده غريب قوي، قالوا يا ترى ما هي اكبر دولة بتخاف منها في العالم؟ بتخاف منها؟ بتخاف منها في العالم يعني استطلاع للشعب الاسباني العادي في الشارع، كم اكتر دولة في العالم بتخاف منها؟ كان متوقع يقولوا دولة مثلا زي امريكا، دولة زي روسيا، دولة زي دول، قال المغرب. 62% من الشعب الاسباني قال المغرب، لان عنده التاريخ القديم الاندلس 800 سنة اسلام راسخ فيه، فعمره ما ينسي هذه القضية ابدا، عمره ما ينسي هذه القضية. الصبريون عارفين المغرب شنو كيسوى، عارفين بان المغرب حكم اسبانيا والبرتغال 800 قرون 800 عام، اسبانيا هي والبرتغال كان ديال المغرب 800 سنة، ودائما فين ما الاندلس كتقرب تطيح كيجيو المغاربة كيردوها، لا المرابطين لا الموحدين لا المارينيين لا السعديين، كيجيو كيردوا الاندلس باش ما تطيحش، وكيهزموا الجيوش الاسبانية والجيوش الاوروبية اللي موراها، فلهذا اسبانيا عارفة قيمة المغرب وعارفة المغاربة سبوعة. وفي الأخير أهم حاجة هذاك الشيء الشأن الداخلي ديالنا حنا، حنا إسبانيا ديننا سبتو مليليا، ديننا مراكش، ديننا الرباط، ديننا بوعرفة، داك الشيء أمر داخلي ديالنا حنا، داك الشيء أمر داخلي مغربي. ثم يجي يقول لك لا السياحة الجنسية، وحنا سيدي السياحة الجنسية حنا ما مزيانينش، حنا عندنا الليواط وعندنا السياحه الجنسيه وعندنا كل شيء كاع اللي بغيتي كاين، نتوما ما عندكمش، نتوما تبارك الله شرفه ويعني اطهر ناس في العالم، الله يعاونكم. هذاك الشيء حنا باش ضريناكم؟ ياك حنا سدين عندنا الحدود ديالنا براسنا في بلادنا. انا مشكلتي معاك هي الصحراء المغربيه، سالينا تهز يديك على الصحراء المغربيه، تهز يديك على بوليزاريو اخوت احباب، ما تهزش يديك، انا كنقول الراي ديالي، انا ما سبيتك ما عيرتك ما طاولت عليك ما والو، انا كنقول لك هذيك الاراضي مغربيه فقط، صحراء مغربيه، وهذاك الشيء اللي كيدير النظام ديالكم ما مزيانش، ما مزيانش داك الشيء اللي كيدير النظام ديالكم ما زوينش، لانه كيادي واحد البلاد جار وكيصرف المليارات ديال الميزانيه ديالكم، وانتم الان في امس الحاجه ليها كيصرفها على واحد شيء تافه، كيصرفها على واحد شيء تافه، يعني العالم الان كامل كيتوحد، دول العالم كامل كتوحد
وكتمشي كتقلب على النهضة الاقتصادية والنهضة العلمية والتوحد والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والعلمي ولا اخره. وحنا جالسين واحد العقلية ما نعرف ديال القرن ما قبل الميلاد، لا حقا الجمهورية العربية الصحراوية تسبات الاستعمار كذا ما نعرف شنو، ديك الشعارات ديال عبد الناصر التي اكل عليها الظهر وشرب. يا امة ضحكت من جهلها الامم. تحياتي لكم اخوان.